بدأت لجنة الخمسين التصويت النهائي على مواد الدستور، صوتوا اليوم على 138 مادة، ويستكمل التصويت بالغد على أن تنتهي عملية التصويت النهائي يوم الثلاث، وبعدين بتقدم مساودة الدستور إلى رئيس الجمهورية، وفي خلال أسبوعين بتطرح على الشعب للاستفتاء. زي ما قلنا أنه إقرار هذا الدستور هام علشان يكون في شرعية دستورية تكمل الشرعية الشعبية التي أعطاها الشعب في 30/6. عايزين نفهم مواد الدستور، هنبتدي في الفترة الجاية يكون عندنا حلقات كتير لتعريف الناس ونتعرف كلنا على ما جاء في الدستور من خلال القانونيين والمتخصصين، علشان نقدر نحدد موقفنا بنعم أو لا على هذا الدستور، ونتعرف على كل المواد الخلافية داخل الدستور. معايا في هذه الفقرة سيادة المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة الجنايات. أهلا بحضرتك. أهلا. دكتور عبد الله نجار، عميد كلية الدراسات وعضو لجنة الخمسين، أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا. دكتورة كريمة الحفناوي، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا يا أمين. أسأل دكتور عبد الله نجار عن يعني جلسة اليوم، تم التصويت بالفعل على 138 مادة. في الأول كده حضرتك شفت النهاردة عملية التصويت وما جاء داخل اللجنة ازاي من الكواليس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنا شفت يعني مظهر حضاري يليق بشعب مصر في التصويت النهاردة، يعني مظهر حضاري جاء بعد يعني أكثر من 50 جلسة نقاش احتدم فيها الخلاف بين الأعضاء، وكان كل واحد بيحرص على أن يعبر عن وجهة نظره، وكان الحافز أو الدافع الوحيد لكل إنسان في هذا الاختلاف هو أن تعلو مصلحة مصر فوق كل اعتبار. ما كانش أي واحد بيتكلم عن الفئة التي يمثلها أو التيار الذي ينتمي إليه، وإنما كان كل إنسان حريص على أن يقدم دستور لمصر وليس للطوائف التي تقوم بصياغة الدستور. وأنا بعتبر أن ده مدخل صحيح جدا جدا وسليم وحضاري، لأن المشكلة في الدستور الذي نعدله اللي هو دستور 2012 أنه كان دستور رغم أن عباراته كانت بليغة وكان فيه يعني المواد صيغت بطريقة جميلة وكانوا يشيدون به، إلا أن السم الذي كان يكمن في عسل صياغة هذه المواد أنه كان دستور يقسم الأمة إلى طوائف، وكان يقسم بنود الدستور أو المواد بتاعته إلى معطيات كل طائفة أو كل فصيل يختطف مادتين أو أكثر أو مادة أو كما يحلو له، ثم يذهب كل فصيل بما أخذ. فكان دستور يبشر بالتقسيم ويدعو إلى تقسيم هذا البلد. الجديد في هذا الدستور الذي أحرص دائما على أن أنبه له هو أنه دستور لمصر، ارتفع فوق كافة المصالح الشخصية، ارتفع فوق كافة الاعتبارات الحزبية أو الشخصية أو الطائفية أو الدينية، وقدم دستورا لمصر بيعبر عن حضارة مصر، بيعبر عن هوية مصر الدينية والثقافية، و يعني الحقيقة هو دستور حضاري. وبعد هذه الدراسة المستفيضة التي اتخذت شكل الخلاف والتي قال الناس عنها أو من تابعوها في بعض الأحيان أنها خلافات كبيرة، وصلنا إلى هذه الصورة الحضارية التي رأيناها اليوم، والتي هي يعني ساعات نسبة تصويت على بعض المواد اللي وصلت ل 90% 100%. ولم تقل أي مادة عن 75%. وعلى فكرة احنا لما حطينا لائحة اللجنة وقلنا ان كل ماده لابد ان تحصل على 75%، كانت دي نسبه عاليه جدا، يعني عشان الماده تحصل على 75% طبعاً من طبعاً. نسبه عاليه يعني عشان مثلا بيقولوا ماده الازهر او ماده حريه العقيده او بعض المواد، ثلاث مواد تقريبا، او الماده الخاصه بالمراه حصلت على 75%، دي نسبه مش قليله، خاصه ان المواد التي حصلت على هذه النسبه مواد تعتبر في اطار البناء الثقافي للدستور، مواد جديدة. عشان يكون في توافق، هي مش فكرة بس أغلبية، فكرة التوافق معظم الأعضاء على المواد. فكرة التوافق في إطار المصلحة العامة التي هي أساس هذا الدستور. ولذلك أنا بعتبره دستور ناجح وسيحظى بتأييد شعبي جارف، لأنه مش لفصيل معين، هو لمصر. سيادة المستشار، عندك أي ملاحظات على المواد التي أقرت اليوم؟ أنا قبل موضوع الملاحظات عايز أوضح حاجتين مهمين. أول حاجة، أنا فعلا سعيد جدا بما يحدث الآن في لجنة الخمسين والتصويت اللي بيتم، وهذا اللبقي، يعني حتى اللبقي ده احنا شفنا المشهد وقت
جات لك الإخوان المسلمين. المقارنة دي لأن الناس كلها الحقيقة وكنا بنقارن كده جات لها بالظبط المقارنة ما بين حتى أسلوب التصويت الإلكتروني يعني 2012 و2013 يعني فعلا حسينا بالأسلوب الحضاري وبالرقي وحتى أسلوب اللغة ما بينهم. يعني أنا شخصيا أنا كنت بعترض كتير على أداء لجنة الخمسين في الفترة الماضية لأن هم ما كانوش منتبهين للشارع والصوت في الشارع يعني في الشارع في أمور كثيرة، لكن حقيقي مع تقفيل الدستور دلوقتي ابتدينا نشوف ان المواد اللي احنا بنطالب بيها على الاغلب يمكن مش كلها على الاغلب ان هي متواجده حاليا ما بين دستور بيتم مناقشته دلوقتي والتصويت عليه. دي حاجه، فيعني انا بؤيد جزئيه اللغه الحضاريه اللي موجوده في لجنه الخمسين الان وحتى اسلوب التصويت ورقي الحوار رقي الحوار اللي موجود حاجه فعلا حضاريه تليق بثوره يونيا وتليق بشكل مصر اللي احنا نتمناه. الحاجه الثانيه عايز اوضح حاجه في موضوع نظام التصويت. بفاجئ ان في الامتناع عن التصويت بيعتبروه ان هو رفض. يعني النهارده التصويت بيتم وفي 48 شخص موجودين. 48 عضو دول لما نيجي نقول في 6 اعضاء امتنعوا او 4 اعضاء امتنعوا بقى الاصوات الصحيحه 44. الاصوات الصحيحه 44. الأربعة اللي امتنعوا دول لا هم قالوا نعم ولا هم قالوا لا، سلبي يعني أصوات سلبية، فدي معناها إن دول مش أصوات يعني هم بيستبعدوا. فأنا لما أجي أحسب نسبة 75% ويا ريت يا دكتور حضرتك توصل للرسالة دي بكرة هي واصلة استكمال التصويت وصلة. لا هي مش واصلة ليه؟ لأن مادة العقيدة مادة حرية العقيدة لما جم يناقشوها فقالوا ده في 36 صوت قال نعم وبعدين الباقي مش عارف كام واحد حسبوها من 100 حسبوها من 50 لا يعني هو مش بس كده في 4 5 امتنعوا فهم حسبوا ال 36 من ال 48 لا المفروض يحسبوا ال 36 من ال 44 لان في 4 وده اللي حصل واعلن اجتياز الماده بهذا الحساب. نعم هي هم اعلن اجتياز الماده لان حسبوا ال 36 من ال 48 فطلعت 75 بالظبط انا متابعها فطلعت 75 بالظبط. لكن لو كانوا حسبوا ان اللي امتنع عن التصويت ده لا هو قال لا نعم ولا لا وان الاصوات الصحيحه كانت من المجموع كانت هتبقى النسبه اعلى من 75 ويا ريت ان هم يتدركوها في المواد اللي جايه لان لا يعتبروا ان اللي امتنع ده رافض، لا اللي امتنع ده وقف على الحياد وانسحب فالاصوات الصحيحه ملوش صوت ما ملوش صوت فالاصوات الصحيحه بتعتبر من اللي صوتوا تمام. فهي دي الجزئيه دي يعني اتمنى بس ان حضرتك يعني يوصلها برضه ويؤكد عليها بكره يعني دي الجزئيه دي. طبعا في مواد كثيره انا ليا تعليق عليها ولكن كلها بالايجاب لغايه دلوقتي ما لقيتش ماده سلبيه. اهمها ان انا شايف الدستور ده بيتعرض على لجزء انساني كويس جدا. يعني مثلا لما الاقي الدستور بيتعرض للماء والهواء والمأكل والبيئة يعني بطريقه جيده كده حاجه انا سعدت جدا. لما الاقي الدستور بيتكلم على نسب في الناتج القومي يجب انك انت تهتم بالتعليم واعطى نسبه للتعليم 3% 3% وبالصحه 4% او العكس ده حد ادنى تقريبا التعليم 4% والصحه 3% 3% والصحه 3% والتعليم 4% والبحث العلمي 1% والبحث العلمي 1% ده كحد ادنى بما يصل معه الى المستوى العالمي. انا فاكر كنت لسه بتكلم مع الدكتوره كريمه انت عارف حضرتك البحث العلمي ده الميزانيه بتاعته في مصر كانت كام؟ يعني انا ما عنديش ارقام دقيقه لكن كانت بملايين قليله قوي تمام. 1% من الناتج القومي يعني معناها اكتر من 2 مليار جنيه 1% لان الناتج القومي 200 وحاجه مليار. ودي يمكن كان من المواد اللي اصر عليها دكتور مجدي يعقوب ان هو يعني طبعا لما انا يبقى في ايديا دستور بالاسلوب ده حاجه جميله جدا. لكن طبعا احنا شخصيا انا كمواطن مصري في انتظار لمواد اخرى لسه هنشوف اذا كان هيتم مناقشتها ولا وضعها ايه. انا اعلم ان ماده الكوتا تم رفضها بصوره علنيه لكن التمييز الايجابي قالوا ان هينصوا كده على حاجه بما يفيد التمييز الايجابي. يعني كنا نتمنى وما زلنا بنطالب بان يكون في نص صريح بالتمييز الايجابي للمرأة. على فكرة المرأة انتوا نصيتوا على تمييز ايجابي المدح 11 المدح مش تمييز ايجابي بس ده في المجالس في المجالس في المجالس النيابية في المجالس النيابية مش في مش في البرلمان. يعني يا ريت لما يجي الدور على الدكتورة كريمة في الكلام تقول لنا على مادة المرأة لأن هي قوية جدا
يعني كنا نتمنى ان الشباب ايضا يعني يحصلوا على ذات المادة بهذه الصورة، والاقباط برضو انهم بهم جانب وذوي الاحتياجات الخاصة انهم بهم جانب. دكتورة كريمة، دايما يقال انه الدستور ده يعني هيكون دستور مشرف لمصر، هيكون فيه حريات لم يعني يسبق لها مثيل. بالنسبة لينا بقى لوضع المرأة، هل كمان في الدستور ده هنشوف حريات وتمثيل واعظم دستور، ولا برضو هتفضل المرأة في هذا الدستور برضو مظلومة؟ والله هو الاول طبعا يعني انا نفسي اهني الدكتور عبد الله النجار فعلا للمجهود اللي بذل، يعني انا حاسه باحساسك النهارده، تعرف مجهود مجهود مجهود، وبيبدا المولود يطلع، يعني ان يعني في مولود، وان على الاقل انا شخصيا وانا دايما بتعامل باحساسي حاسه براحه، يعني حاسه براحه، لان زي ما قال سياده المستشار امير انه يمكن انت عارف بقى الصحافة والإعلام والجدل وخوفنا، يعني يمكن خوفنا احنا كمان سواء السياسيين او الشعب ومنتظرين، اللي كان دايما اي حاجة لو حتى بسيطة في حجمها في الجدل بينكم بنكبرها وبنقعد نضغط على الناس. فانا بقول يعني انه ان شاء الله، انا حاسة انه ان شاء الله يبقى دستور نتوافق عليه. حتى يعني انا كنت بقول للناس لما كان حد بيقول هنسحب مثلا يا اما تعملوا كذا يا كذا، اقول انت داخل ده بقى اللي كنت عايزه اقوله، حتى لو هتكلم عن المراه، لو انت عضو في هذا الدستور انت ما بتعملش لفئتك بس، انت ممكن تحاول تحسن اوضاع الفئه اللي انت داخل عشانها، بس انت بتعمل، لكن انت الاساس جوهر هذا الدستور للمجتمع ككل، حقوق اقتصاديه واجتماعيه للمراه والرجل، هترفع من مستوى المعيشة ومن تقدم هذا المجتمع، صحة للمرأة والرجل، يعني اللي أنا بقصده أنك داخل لحاجات جوهرية، المواطنة، عدم التمييز، يعني الحقيقة ممكن نكون في الأول خالص وإحنا كسيدات، يمكن الدكتور عبد الله أكيد عارف أنه أكتر من وفد من السيدات من كل من المحافظات، من المرأة اللي في الأحزاب، الحقيقة يعني ما كان في عدد من السيدات يعني يوزنوا بأمة، يلا الحمد لله الدكتورة بيرفة التلاوي والدكتورة منى ذو الفقار، وطبعا الباقيات كلهن يعني بسم الله ما شاء الله، يعني قادرات على ان هم يقرروا حقوق للمرأة تفتخر بها مصر. فاحنا قعدنا الحقيقة نناضل، ويمكن كان نفسنا انه يبقى فيه تمييز ايجابي، وعلى فكرة التمييز الايجابي موجود، يعني انا يمكن جايبة هنا بعض المواد في دساتير العالم واكيد اطلعتوا عليها، التمييز الايجابي موجود، كان موجود في الدستور المصري، يعني بعض الدساتير قالت في دول انه لا يقل مثلا 35% تمييز المرأة. دستور المغرب عمل لجنة اسمها لجنة المناصفة، يعني متقدم جدا عن العالم، فكنا بنأمل ده. لكن وكنا على فكرة لما بنقول تمييز بنقول لمرحلة أو مرحلتين، يعني حتى التمييز معنى كده، ما بقولكش ميز على طول، بس عشان هذه الفئات نتيجة لظروف مجتمعية، لثقافة المجتمع، لاضطهاد ما، يعني فئات عايزة إنها تاخد دفعة لقدام. فإحنا يمكن كنا بنتناقش مع الدكتور عبد الله إن تقريبا هيتعمل في المحليات تمييز ايجابي للشباب والمراه، العمال والفلاحين بما يتجاوز 80%. ايوه انا عايزه النقطه دي، الجمعيات الزراعيه بس جدا. بعض الناس اشاعوا ان الدستور ضد العمال والفلاحين، وان احنا لما شلنا نسبه 50% عمال وفلاحين ان احنا هضمناهم حقهم، احنا شلنا حاجه شكليه كانت بتتخذ قنطره لمصالح اخرين. خلينا ترجمنا هذه النسبه الى منفعه حقيقيه للعمال والفلاحين فيما يجاوز 40 ماده بتقرر لهم حقوق حياتية في الصميم، بترتقي بالعامل والفلاح إلى مستوى المثقف وإلى مستوى الأستاذ وإلى مستوى يعني ثقافي يستطيع أن ينافس مع هؤلاء في الحصول على عضوية المغرب بشكل حقيقي، بدل النسبة اللي كانت صورية، يعني المادة قدامي بنأمل أنه في يعني طيب أنا عايز أعرف التمييز الإيجابي في المجالس النيابية، هل ده تعويض أو شكل آخر للكوتا اللي كنا بنطالب بيها؟ ما هي على فكرة أصل كلمة الكوتا الناس بطلت تقولها، لأن الناس يعني ليها سمعة مش كويسة، لا ليها سمعة زي كلمة المصالحة بتاع الحكومة برضو بقى ليها سمعة مش كويسة. يعني هي الكوتا هي دي تمييز إيجابي لمرحلة معينة لمدة محددة لأحد الفئات. لو جينا الحقيقة لمادة المرأة، فأنا بقول إن أنا شخصيا راضية بيها، حتى لو ما كانتش هنا نصت على تمييز، ولكن أنا علمت إنه المفروض قانون الانتخابات وفقا لمواد الدستور يعمل
أيضا نسب أو تمييز بالنسبة للمرأة والشباب والأقباط وذوي الإعاقة عشان يترجم بقى مواد عشان الدستور دي قوانين الدستور. لو نيجي لمادة المرأة تكفل الدولة 5% رئيس الجمهورية يختار بقى كمان تعيين بقى 5% كده زي مش كده يعني عن نسبة كبيرة يستطيع ان هو يعالج بقى هذا تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق مدنية سياسية اقتصادية اجتماعية ثقافية وفقا لأحكام الدستور. أنا ليه هرضى بالمادة دي؟ لأن لما يقول لي ناس كانت معترضة على تكفل ما أنا عارفة لابد يعني من تلتزم أنا عارفة ده الدولة مش تكفل على الدولة. فكرة هو جاي بعد كده تلتزم في كل هي دي بس اللي تكفل بس على الأقل هنا وفقا للدستور ما أقدرش لما أجي أحط حقوق اقتصادية أو أحط مثلا الحق في العمل ما يجيش تاني بقى يقول لك أنا مش هعين الستات وهعين الرجالة يقول لك أنا مش هديهم يعني هيبقى الأجر مش متساوي يعني ممكن نلاقي بعض الناس تشغل الست بأجر أقل من الرجل على نفس العمل اللي هي بتأديه وهكذا. فهنا لما يقول لي السياسية كمان هقدر أتناقش وأقول له أنت قايل أن أنت بتكفل المساواة في الحقوق السياسية طب أنت ليه مثلا ما بتنصش بعد ذلك في القوانين سواء في مجالس إدارات في مجالس انتخابية في مجالس نيابية يبقى لابد هنا هطالب بحقي يعني قصدي المادة دي اللي أنا بس كنت المادة دي إذا ما لم تترجم إلى قوانين يبقى ملهاش لازمة المادة دي هتديني فرصة إن أنا أضغط كسيدات وأستكمل نضالي أنا مش هقول للدستور أمين وأقعد في بيتي لا ده أنا بناء على ده لما يجي تشريع هقف بقى قدام التشريع وأقول له تشريعك ده والله باطل وأنا هقدمه للمحكمة الدستورية لأن لما تقول لك هنا في المادة دي في مساواة حضرتك بتضطهدني أو مش عامل ده أيوة. تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية طبعا كنا بنأمل أن التمثيل المناسب ينص زي ما قلنا لأن هنا موجود في كل دساتير العالم هذا التمييز هو اللي احنا بنقول عليه الكوت بس يعني كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة وده ما كانش موجود اعتقد قبل كده وظائف الاداره العليا والتعيين في الجهات والهيئات القضائيه احنا شفنا المراه قبل كده جم اعتقد يعني بتوع النيابه وحاولوا انهم يقدموا ده اللي انا فاكراه ايوه وقال لك لا دون لا تمييز ضدها يعني كلمه قضية دون تمييز ضدها دي بتهمني هنا دون تمييز ضدها لما اجي اتقدم بقى الوظيفه وتقول لي لا انت لا تصلحي هقول له لا الدستور بيقول ايه الدستور بيقول أيوة. كذا ده غير اني اكيد اللي بيتقدم لاي وظيفه يعني انا اللي عايزاه هنا لانه بعد كده في ماده على فكره بتتكلم عن تكافؤ الفرص مش بتتكلم بس على المساواه يعني المساواه وفقا لتكافؤ الفرص دي برضو مهمه جدا على اساس هيتقدم رجل او امراه لو هي الاكفأ القانون بيقول لي يبقى هي الاولى بهذا المنصب تلتزم دي بقى مهمة جدا كان لازم تلتزم يعني لو فوتنا تكفل حماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة والمتطلبات العمل هنا كمان هربط ان في مادة بتجرم التمييز أيوة دي مهمة جدا يعني انا بربط هذه المادة حتى لو فيها حاجة يعني بنقول ان احنا مش موافقين عليها 100% هاجي اربط بمادة انا مش فاكرة رقمها بعد كده تجريم التمييز على اساس الجنس او العرق او اللغة او العقيدة او الدين او الثقافة مش كده يا دكتور في قومات الدولة في اول أيوة في أول الوضع الاجتماعي او المكان الجغرافي او اللون او البيئة او اللون نعم. يعني شوفي ما سابش حاجة ده مهم جدا مهم جدا عشان لما اجي النوبة يقول له ما تميزي اجي البدو سينا يتعاملوا زيهم زي اي حد يعني الاماكن الجغرافية كمان مهملش الصعيد ونميل المدينة وما اهتمش مثلا بالريف او بال وهكذا فالحقيقة مادة تجريم التمييز دي انا عندي مهمة جدا بالنسبة لحماية كل الفئات مش بس المرأة تلتزم بتوفير طبعا الرعاية والحماية للأمومة والطفولة طبعا يعني انا شايفة انه لو رجع انا بنسبة 70 او 80% يمكن انا عايزة اقول ده ليه بقى هقول كلمة زيادة بس عن السؤال انا ضد ما يعني ان بعض ناس هننسحب هنقول لا اذا ما كانتش المادة 100% لا ده دستور لمصر كلها
لما يجرم التمييز، ما هوش قران يعني، لما يقول تمثيل مناسب بالظبط، لما يجي ولا يلزم لما يجي برلمان منتخب ويعترض يعني هل يتصور ان يتفق الناس كلهم على نص واحد؟ مش هيحصل، ده شيء مستحيل بحكم الفطره وبحكم السنه. فبالتاكيد هيبقى في ايجابيه اننا مثلا نقول نعم، وفي الوقت نفسه نناضل مزيد من النضال ونفعل بقى قوانين ونشرع قوانين وفقا لهذا الدستور. يمكن المادة دي بتكمل بعد كده في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لما بنيجي نتكلم عن الصحة، لان ده مهم جدا. يا ريت يبقى في وقت نتكلم عن مادة الصحة. طيب. يعني لان هنلاقي برضو جزء للمرأة وجزء للمسنين وجزء لذوي الاعاقة، كل ده لابد من والأطفال والأطفال ومادة الطفل اكيد مرتبطة. هقول حاجة، مادة الطفل لما انت تعملي السن لحد 18 سنة يبقى انت هنا قطعتي الطريق على زواج القاصرات بدون ما اقولها، يعني بدون ما انص عليها، انت قطعتي الطريق على اني ده طفل، قطعتي الطريق على انه لابد من التعليم، عشان كنا بنقول دائما ابدا المراه بيبقى نسبتها اقل في التعليم، فانت هنا قلتي ان التعليم الزامي في ماده ثانيه لسن 18 سنه او في المده دي، قصدي ان في مواد بتخدم على مواد على الفئات ككل، او حتى لو في مواد فيها بعض المتكامل يعني حتى ارتفاع القيمه الفكريه التي يصيغ بها الدستور تكامل. لم تكن في مادة واحدة، بل كانت كل المواد تنبع من هذا المعين، انها بتكمل شيء حضاري راقي جدا جدا. يعني حتى يعني بالنسبة لعضوية مجلس النواب كان الاول بيقولوا ان هو يستطيع القراءة والكتابة، الان لا يقل المؤهل الذي يحمله عن الثانوية العامة اللي هي التعليم الإلزامي، والتعليم الإلزامي ارتفع من الإعدادية أو من الابتدائية إلى الثانوية العامة. يعني ده شيء وده كويس. نعم. طيب النهاردة حزب نور يعني طلعت بعض الإشاعات بأن هو انسحب، والبعض الآخر قال أن هو وقت إقرار الدباجة أن هو خرج خارج اللجنة، وأنه كان في كلام كمان عن أنه ربما ينسحب. الكلام ده إيه صحته؟ لا، هو لم ينسحب، هو كان له يعني اشتراطات مشددة في شرح أو سرد أحكام المحكمة الدستورية العليا التي تفسر معنى كلمة المبادئ، وكان متمسك بها جدا، وكان بيرى في هذا التمسك بديل عن المادة 219 المادة المشهورة رائعة الشهرة التي يتمسك بها الكثير، المادة الغالية دي كانوا يتمسكون بها تمسكا شديدا ولا يرضون أن تمضي بدون دية. وإزاي أن تمضي بدون دية والدية بتاعتها هي التخلي عن المادة 219؟ نعم. إزاي قدرتم تقنعوهم ان هم يتخلوا عن الماده 219؟ ما تخلوش، احنا الدستور جانا من غير الماده 219، فاحنا هم كانوا مصرين على هذا العلم، فجت لنا جانا الدستور بدون هذه الماده، مش هيكملوا عملهم في لجنه الخمسين الا باعاده هذه الماده، وكنا بنقول انها خلاص جت من اللجنه الفنيه لجنه العشره من غير الماده دي، وبالتالي ده اقرار، قالوا لا هيرجعوا الماده 219. لا، هم طبعا هم متمسكين بحجه انهم عايزين يمنعوا الخلاف حول كلمه مبادئ، وكانت المحكمه الدستوريه العليا الحقيقه في الاحكام بتاعتها فيما يتعلق بتفسير كلمة مبادئ بالنسبة للتشريعات التي صدرت في بعض الوقائع اختلف التوصيف بتاعها. الحيثيات، حيثيات الحكم في بعض الأحيان كانت تذكر تفسير للمادة للمادة دي اللي هي مبادئ الشريعة الإسلامية أو هذا المصطلح، ثم في حكم آخر تغير قليلا أو كثيرا. هي المحكمة الدستورية مش أجمعت على أنه أحكام الشريعة الإسلامية اللي هي ثابتة المبادئ قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، وده في الأحكام القطعية، وبعدين الأحكام الظنية بقى تراعي قواعد الكتاب، دخلنا بقى في أصول الفقه وأمور متخصصة لا يفهمها إلا أهل الذكر في هذه المسائل. فالحقيقة كان الوضع يعني إحنا كنا بين أمرين، الغايات التي يتغياها الحزب النور وهي غايات تكون انهم عايزين يستوسخوا للشريعه الاسلاميه، ما حدش يقدر يقول ان ده يعني شيء مش كويس، لكن في نفس الوقت مساله ان المحكمه الدستوريه ان انا اذكر النصوص الاحكام التي تفسر هذا الامر كان فيه نوع من المشقه او نوع من الـ اقول ايه، يعني لما تيجي مقدمه للدستور بتتكلم بتوازن عن المواد فيه، ثم تاتي في حاله من الحالات وتذكري مثلا نص حكم من أحكام المحكمة الدستورية العليا، وأحكام المحكمة الدستورية العليا بتصاغ بطريقة فيها بلاغة وفيها عمق فقهي وفيها يعني مش مجالها، كان خارج السياق يعني خارج السياق. فإحنا الحقيقة كنا اكتفينا وحصل توافق أن يبقى في شرح لمعنى كلمة مبادئ من خلال حكم اجتزاء بعض حكم ونحطه في المقدمة، لكن بصينا برضو بعد ما حطينا هذا الأمر وجدنا أن وجوده
يعني وجود فيه نوع من التكلف بالنسبة للمبنى الدستور ككل، فاكتفينا بالمضمون وهو إن المحكمة الدستورية العليا هي المختصة بتفسير كلمة مبادئ، اللي هو التعديل الأخير اللي هو مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والمرجع في التفسير. المحكمة الدستورية هي ما تضمنه أو ما تضمنته أحكام المحكمة الدستورية، كل أحكام المحكمة الدستورية. وهل ده النص بالشكل ده أو تعديل الدباجة بهذا الشكل مرضي لحزب النور؟ ولا ما زال بيعترض حتى على هذا التعديل؟ والله هو مرضي، بس هو طبعا هو حزب النور كان عايز تفصيل، يعني ان لم يطابق الماده 219 فلا اقل من ان يحوم حولها او يعني يضمن وجودها او وجود معناها. لكن الحقيقه هو تفسير احكام المحكمه الدستوريه العليا بهذا النحو انا شايف انه هو كافي، خاصه ان المحكمه الدستوريه العليا اولا فيها فقهاء كبار جدا جدا فاهمين الشريعه الاسلاميه، كمان لما بيقفوا امام امر من الامور في هذه المسائل بيرجعوا الى علماء الازهر في هذا الامر. وانا فاكر زمان المرحوم عوض المر اللي هو رئيس المحكمه الدستوريه العليا لما كان بيعمل هذه الاحكام كان بيلجا الى الازهر، واذكر انا عملت معاه كذا حكم منهم حكم الامتداد القانوني لايجار المساكن اللي هو الغائه بالنسبه للدرجه اقارب الدرجه الثالثه، كان القانون بيقول نسبا ومصاهره يمتد عقد الايجار الى اقارب المؤجر حتى الدرجة الثالثة نسبا أو مصاهرة. لغوا هم في المحكمة الدستورية العليا حتة المصاهرة دي، فكانت تحتاج إلى بحث وإلى حكم صاغه هذا الرجل بطريقة يعني فيها من العمق الفقهي، لأن أنا عشت معاه في هذا الأمر وكان يأخذ ويبحث في هذه المسألة، وكان بيرجع للأزهر يشوف إيه الحل في هذه المسألة أو الرأي فيها. فهم لما بيجوا يقرروا أمر مش بيقرروه من أنفسهم، بيتعمقوا في البحث وبيرجعوا إلى المراجع وبيسألوا أهل الذكر. فالحقيقة كون إن المحكمة الدستورية العليا تختص بالتفسير ده شيء كويس جدا جدا. يعني إذا أصبح المرجعية في تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية هي المحكمة الدستورية. أي نعم هي المحكمة الدستورية، وهي ده شيء أنا يعني أثق تماما في قضاة المحكمة الدستورية وفي القضاء على وجه العموم، عشان سيادة المستشار الأمير القضاء ده فوق راسنا. يعني المستشار الأمير عايزين نسأله كمان على الأقباط وحقوق الأقباط في الدستور. في المادة مثلا من ضمن المواد مادة 195 مكرر اللي بتتناول بناء وترميم الكنائس. البعض شافها انه ده يعني ده 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 شيء ايجابي للاقباط، البعض شايف انه هذه ماده لا ترتقي الى مستوى انها تكون ماده في الدستور لانها مفترض ان هي يعني تحصيل حاصل. يعني هي ليه الماده دي تذكر في الدستور؟ لان هي اصبحت ضمانه، لان القوانين يعني لم تنصف الاقباط في هذه الجزئيه، فاصبح النهارده ان الضمانه الوحيده لضمانة أن القوانين تذكرها وتتعرض ليها أن ينص عليها في الدستور. فطبعا كانت الضمانة أنها تقدم للدستور مشكل، يعني لجنة 50 بتشكل هذا الدستور وهي لجنة ليبرالية معتدلة، فكان مهم ان هم يتعرضوا. اذا اللي باقي بقى ان احنا نترجم الماده 195 اللي هي بناء وترميم الكنائس ان الدوله تنفيذ القانون ده ان انا اعمل لها قانون. طبعا طبعا. وعايز اقول لحضرتك حاجه، على فكره دستور 71 مثلا كان دستور فيه مواد كتيرة كويسة جدا، بس ما فيش قوانين لا المشكلة كانت ايه؟ القوانين برضو مش وحش، بس المشكلة في التنفيذ. يعني زي ما قالت الدكتورة كريمة، قالت لك ايه؟ مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المواطنين. طب ما هو المبدأ ده موجود من دستور 23 ومكرر في كل الدساتير، اللي هو مبدأ المساواة، لكن هل كان بيطبق؟ ما كانش بيطبق. احنا عندنا مشكلة خطيرة في مصر اسمها التنفيذ. تنفيذ القانون ده مشكلة، تنفيذ الدستور مشكلة، تطبيق الدستور مشكلة. فإحنا بنصنع النهاردة دستور حضاري عظيم يليق بثورة يونيا ويليق بكل المواطنين في مصر ويحقق أملنا وطموحاتنا، بس المهم إن هو يتنفذ. هي دي النقطة، دي المعضلة، هي دي المعضلة الحقيقية. فعشان كده بشوف ناس بتقطع نفسها على مواد الدستور، وإذا ما حصلش الدنيا. أنا عايز أقول لحضرتك إن ممكن إن ما يبقاش عندنا مادة في الدستور وننفذ اللي مطلوب بالنسبة للشعب. وعايز اقول للسلطه التنفيذيه اللي بيمثلها رئيس الدوله وبيمثلها الحكومه بكل سلطاتهم وجهاتهم، ان هم يقدروا يسعدوا مصر بدون دستور اساسا، ويقدروا يحققوا العداله ما بين المواطنين من غير شويه الورق. لو في اراده سياسيه، في دول ما عندهاش دستور، لو في اراده سياسيه ان احنا فعلا يبقى ننحاز للمواطنين مش كود. واحنا بنشوف الكلام ده، انا راجل قاضي وبشوف القوانين ماشيه ازاي وبشوف الدنيا ماشيه ازاي وبشوف الفوضى ازاي. على سبيل المثال قانون التظاهر، لسه بتكلم مع دكتورة كريمة قبليه، ما احنا كان عندنا قانون تظاهر في القانون،
ومفصل وقوي وكل حاجه. ربما يكون في عقوبات مشدده اكتر حتى من قانون تنظيم التظاهر الحر. ما كناش محتاجين قانون جديد، ومع ذلك انا مش ضد القانون الجديد، تمام؟ لكن اللي انا بقوله ان كان قانون التظاهر ما كان موجود من الاول كان ممكن يتفعل. احنا لا ينقصنا قوانين، لكن استكمال لحديث الدستور الحالي انا برضو عايز اوضح حاجه. يعني النهارده، هل النهارده حزب النور والاسلاميين المتشددين في الدوله هل اتبسطوا النهارده لما قالوا ان مصر دوله حكمها مدني وما قالوش مصر دوله مدنيه؟ يعني احنا وصلنا للمرحله عقيم الحقيقه، احنا وصلنا للمرحله النهارده اللي احنا نخاف ان مصر يتكتب جنبها كلمه مدنيه. ورجعت للدكتور عبد الله بساله هو ليه انتوا عملتوا كده؟ يعني فرقت الموضوع ده. فهو كان ليه رد مهم جدا، ما كنتش اتخيل ان ممكن الناس يوصل بيها المرحله لكده. يعني هو طبعا هو رد عليه، انا هقولها لك يعني على لسانه. يعني هو الدكتور قال لي لان بيخافوا ان لما يتكتب مصر دوله مدنيه يبقى معناها انها مصر بلا دين، لا دينيه، او كلمه مدنيه لا دينيه، او اللفظ نفسه ان يجي معنا كلمه مدنيه. فهم اللفظ بتصل الى هذا المعنى المنحرف. واحنا مش عايزين الناس يغضبوا مننا، احنا عايزين الناس يصدقوا على الدستور. يمكن انا سالت الدكتور مجدي يعقوب يعني لما قابلته الاسبوع اللي فات وسالته يعني عن الجدل ده، كان لسه في بدايته، فكره تتكتب مدنيه ولا حكم مدني. هو فعلا لقيته مش مستوعب اصلا، يعني مش مستوعب ازاي ان حد ممكن يكون بيتخيل ان مدنيه دي كلمه تعيب الدستور او تعيب هذه الماده. اسمحي لي، المتشددين طوال الفتره اللي فاتت كل همهم ان كلمه مدنيه يعني تلتصق بالإلحاد والكفر والعلمانية والليبرالية. يعني انت عارفة، علشان ما يبقاش فيه غيرهم، ومش بإطلاق يعني، على فكرة، وإن هم الوحيدين المدافعين عن الدين. مين قال مصر دولة إسلامية من قبل هؤلاء المتشددين وستستمر ليوم الدين؟ وكمان الفهم يا دكتورة كريمة مش إنها تبقى دولة لا دينية، لا، على حساب الإسلام، على حساب، يعني لما الشريعه على حساب او الاسلام. يبقى احنا مش عايزين الناس يفهموا هذا المعنى الخاطئ. حتى جزئيه ثانيه، معلش عايز اكمل حديثي في الحته ديت. في موضوع برضو التمييز الايجابي، انا بقيت كلام الدكتوره كريمه وعايز اوضح برضو حاجه. دكتور عبد الله بيقول برضو في 5% مع رئيس الجمهوريه هيقدر ان هو يعمل توازن بالتعيين، يقدر يعمل التوازن ده. يا جماعه، التعيين بيبقى حاجه سيئه جدا. ليه؟ لأن رئيس الجمهورية مش هيجيب الشخصيات المنتخبة اللي هتطلع من قلب الناس، لكن هو هيجيب الناس القريبين سواء لي أو للحكومة أو مرشحين من طرف أي جهة ما. يعني سواء إن هو عايز يعوض مثلا قلة تمثيل الأقباط في المجالس النيابية فيروح جاي. طب وإيه البديل؟ أو هو في ناس البديل التمييز الإيجابي. البديل بقى التمييز الإيجابي. وكلمة التمييز الإيجابي برضو زي ما الدكتورة كريمة قالت، ده موجود في كل دساتير العالم. أنا لما عملت بحث على الموضوع لقيت 61 دولة موجود فيها التمييز الإيجابي، سواء لمرأة أو لفئات مهمشة أو لأصحاب البشرة السوداء أو لحاجات كتيرة جدا. وأكبر دول في العالم عاملة كده. ومش بس كده، إحنا عايزين يا جماعة لفترة محدودة تدي للناس زقة بس. المجتمع السياسي لازم يتغير شكله. المجتمع البرلماني والمجالس البرلمانية والنيابية لازم يتغير شكلها. لغاية إمتى أفضل أجيب الناس اللي هم الأكثر تدينا، سواء جايين من التيار الديني أو سواء الناس الأكثر تمكنا إن هم اللي معاهم فلوس أو الناس الأكثر قربا من السلطة؟ كل دول اللي بيشكلوا لي المجتمع السياسي أو المجتمع البرلماني. ما هو بيقول لك إنه الطرف الآخر ما عملش أي مجهود في الفترة اللي فاتت علشان يعمل بقى، يعني يعمل التوازن ده. مجهود إيه؟ ما إحنا كلنا شفنا الثورة قامت ليه؟ ما هو المجهود نتيجة إن كان في حالة من الامتناع. يعني كان حسني مبارك ونظامه، ومن قبله انور السادات والنظام، كل ده كان في حاله منع بالنسبه لفئات معينه انها تمثل. طب اهل المراه بتمثل اكثر من 50%، عمرها تمثلت في المجالس البرلمانيه سواء اذا كان مجلس الشعب ولا الشورى ولا حتى الاتحاد الاشتراكي زمان. 2% يعني اعلى نسبه تعيين المراه كانت يمكن 3%، دي اعلى حاجه. طب انا بقول لحضرتك، وهي نسبتها الحقيقيه كام؟ الشباب النهارده نسبتهم الحقيقيه 70% في المجتمع. يعني ما ينفعش ان احنا ندفع للشباب شويه بحيث ان هو يتم تمثيلهم بصوره جيده. لما يبقى عندي كراسي للشباب على مستوى الجمهوريه وليكن مثلا 50 كرسي، مش حاجه زي كده تخلي الشباب يتشجعوا اكتر ان هم يدخلوا؟ طبعا. مين النهارده يدي شاب صوته عنده 27 28 سنه؟ مفيش ولا 30 ولا سنة. ولا لشاب ولا لمرأة على فكره، ولا للاقباط. والاقباط النهارده مين هيروح ينتخبهم وهم كانوا في معزل عن السياسه؟
عايز اقول لحضرتك يعني التمثيل الحقيقي او المشاركه الحقيقيه للاقباط ابتدت من بعد ثوره 25 يناير يعني بدءا من ثوره 25 لما بعدها. فعشان كده لما نيجي نطلب تمييز ايجابي بستغرب جدا على بعض الاصوات، سواء اذا في مسيحيين بيرفضوا وبعض الاصوات من داخل الكنيسه بترفض، وبعض الاصوات من المسلمين المعتدلين بيرفضوا. ليه؟ لان طلعوا مجموعه من الناس خوفوهم، قال لهم ايه ده؟ ده انتوا كده مش هتبقوا مصريين، ده انتوا كده هتتنسبوا كأقلية يعني. ده انتوا كده هتتنسبوا كأقلية، ده انتوا كده مش هتبقوا وطنيين. انا بستغرب الكلام ده لما يطلع، ده كلام عيب، لان احنا كمجتمع لازم نساعده في اعادة تشكيله. طب تقدري تقولي لي شكلنا هيبقى ايه لما ندخل انتخابات عادية بدون اي تمييز، وتطلع المرأة 10 من ال 500 ويطلع الشباب ويطلع الشباب 5 من ال 500 ويطلع الاقباط 6 من ال 500، منظرنا هيبقى ايه؟ هيبقى ثوره يونيو اللي قمنا بيها دي شكلها ايه؟ وهو ده اللي احنا خايفين منه والله. وانا بقول لحضرتك يعني هو ده الخوف الحقيقي. ابسط الضمانات، وعايز اقول حاجه مهمه، لجنه ال 50 فيها 50 عضو قامه كبيره جدا وكلهم شخصيات وطنيه عظيمه. انا اخاف ان الشخصيات ديت بعد كده في حاله عدم توفر التمييز الايجابي بصوره واضحه، ان هم يقولوا لهم ما انت يا دكتور كنت موجود في اللجنه دي وما اتكلمتش بصوتنا، انتوا لما مؤاخذه يا دكتور يعني مش قصد حضرتك، نلقي عليهم اللوم باي عارف يا فندم اللي هيحصل ايه؟ هيقولوا له انت حضرتك وانت جوه السلطه وكان في ايدك انك تعمل ما عملتش، ولما طلعت بره قلت ده انا كان نفسي اعمل وانتوا. شوفي حضرتك هتسمعي كلام كتير جدا يعني هتبقى سبه في جبين لجنه الخمسين في حالة عدم ذكر التمييز الإيجابي لهذه الفئات. دي نقطة مهمة، علشان كده يمكن احنا بنفتح هذه الحوارات علشان يعني لعل حد يكون بيتابع. ومعانا كمان يعني دكتور عبد الله واحد من اللجنة ينقل كل الأطروحات دي. خلينا نتكلم طيب على نظام الحكم. نظام الحكم يا رئاسي يا برلماني يا مختلط، تم اقرار ان احنا نظام الحكم عندنا شبه رئاسي او يعني نظام مختلط، مختلط بس يميل للسلطات اكتر في يد رئيس الجمهوريه. على العكس البعض بيشوف انه في حاله من التخوف من هذا المنصب، انه سنه الحكم لرئيس المعزول عملت لنا عقده بانه في تخوف من اعطاء اي صلاحيات حقيقيه لرئيس الجمهوريه القادم، وانه الكفه ستميل ناحيه رئيس الوزراء، او ربما مش هيكون في توافق ما بين الاثنين، لانه مفترض انه رئيس الوزراء سيتم اختياره في من اغلبيه او الحزب اللي له الاغلبيه في مجلس الشعب، وبالتالي يكون في توافق ما بين هذا الرئيس وما بين رئيس الوزراء القادم من حزب الأغلبية. لا، هو يعني احنا دايما بنفصل او بنفسر القوانين او المبادئ تبعا لكل المرار اللي احنا مرينا بيه. لكن المفروض ان انا لما بعمل دستور وبعمل مبدأ عام، لو اتطبق بشكل خطأ مش بيبقى المبدأ هو اللي خطأ، يعني ده اللي انا بقصده التطبيق. ايوه، يعني اذا انا مش هفصل بناء على اني ايه، يعني زي بالظبط اللي يقولك انا هعمل قانون ارهاب اصل الاخوان، ما انت عندك من الاول قانون عقوبات وقانون ارهاب، هتفصل دلوقتي عشان الارهاب الاخوان بيروعوا المواطنين، مش هفصل لفصيل ما او انا هفصل لامان المجتمع ككل، لا مش لان النهارده الاخوان بيعملوا ارهاب، ممكن الارهاب يجي من اي جهه اخرى، وممكن احنا لو في وصلنا لدوله قانون ودوله تنفيذ القانون على الكبير والصغير ودوله قويه ومؤسسات قويه اكيد هتواجه مثلا هذا الارهاب، مش محتاجه له تقعدي تفصلي له قوانين. يعني اللي انا بقصده ما فصلش القانون وفقا للي بيحصل دلوقتي، ان انا كان عندي على فكرة احنا كان عندنا فعلا رئيس الجمهورية بالصلاحيات الكبيرة قوي دي كان يمثل، لازم يبقى مستبد بيتحط على الكرسي وفي ايده كل السلطات دي، واحنا عندنا الكرسي من ايام انا رأي الفراعنة من ايام الدولة المركزية، واضح انه مغري، واضح انه فيه سحر، واضح انه بيدي قوة، واضح انه بيدي سلطة، ده لو بيغير الناس طبعا السلطة المطلقة مفسدة مطلقة. اذا هنا فعلا تقليص السلطات مطلوبة، يعني يمكن يكون في الاول خالص كانت قال ان احنا عايزينه مختلط، يعني التوازن ما بين السلطات، وتقال ان احنا عايزينه مختلط البرلمان ورئيس الجمهوريه، واعتقد يعني يمكن لسه ما نزلتش هذه المواد او لكن انا بعتقد انه تقريبا تحديد يعني بيشترك رئيس الجمهوريه مع رئيس الوزراء في تحديد يعني الخطه العامه للدوله، تنفيذ السياسه العامه للدوله. كان زمان هو
يقول حتى فاكره كان ال... كان كان سكرتير له كان يقول لك ايه ايوه رئيس الوزراء عندنا اللي كان نظيف يقول لك نحن منفذين لرئاسه الجمهوريه ويقول لك بناء على توجيهات السيد على توجيهات ما كانش في شغل يعني المستبد والاله استغفر الله اللي بيدي الاوامر وعليهم انهم ينفذوا. فانا شايفه دلوقتي انه وفي ناس على فكره ده في ناس قالت ما نقدرش مصر واخده على الزعيم على واحد رئيس هو اللي بقيت رئيس عمل لنا كل الفصل حاجه الفصل ما بين كل السلطات يعني فانا رايي انه رئيس الجمهوريه يعني التوازن ده يعني كان مطلوب فحضرتك مع فكره يعني مش النظام شبه رئاسي او النظام المختلط دكتور عبد الله بتتفق مع ده ولا في راي اخر زي ما قلت اللي شايف انه احنا في هيكون في نوع من التخوف من هذا المنصب وبالتالي نزع الصلاحيات الرئيسية من ما هو الخوف القادم. ان الناس من كثرة القيود التي وردت على سلطات رئيس الجمهورية انهم ينفروا من هذا المنصب ويبتعدوا عنه. لكن الكرسي له سحر زي ما بتقول الدكتورة حاجة غريبة جدا بنلاقي ناس زي الفل تتحط على الكرسي احنا مش عارفين فعلا ايه سحر الكرسي ده حاجة غريبة جدا يعني رئيس الجمهورية في بعض المواد بيقول يا جماعة ما في حدش حابب يبقى رئيس جمهورية من كثر القيود التي اصبحت طب ليه كده يا دكتور رئيس ما احنا خلاص هنجيب رئيس جمهوريه خايفين منه لا يعني ده كاننا خايفين من احنا قلنا في كده قلنا ده راجل منتخب انتخاب المفروض ما احنا بنفترض ايه بقى انه راجل محترم وانه منتخب انتخاب حر مباشر وان لابد ان تكون له ورضع السلطات التي ترفع قدره في نظر الشعب انما يعني يبقى كده زي يدعو مجلس الشعب مثلا لو حب يعز رئيس الوزراء لابد ان يوافق مجلس الشعب مجلس النواب باغلبيه معينه إذا ما تحققتش الأغلبية يبقى طب وضعه يبقى إيه؟ يبقى يعني أنتوا كده حجمتوه في كل القرارات يعني ما أعتقدش إنه في المادة الخاصة بنظام بسلطات رئيس الجمهورية سمحت له بس إن هو يختار وزير العدل وزير الداخلية وزير اللي هي الدفاع وزارات السيادية الخارجية والداخلية والعدل والدفاع رقم المادة بتهيألي المادة 121 نعم زي ما قلت لحضرتك وكانه في تخوف من هذا المنصب ان انتم حددتوه حتى الوزارات فقط بيختار الوزارات السياديه بيعود الى رئيس الوزراء في كل القرارات حتى اذا ما اراد اعلان حاله الطوارئ لازم يعود الى مجلس الشعب ويحصل على اصبح السمه الغالبه دون دخول في تفصيلات المواد انه لا يستطيع ان يجزم برايه في الامور التي العامه الا بالمشاركه بينه وبين مجلس النواب فلم يعد رئيس الدوله هو الحاكم المطلق الذي يرى والكل يقول له أحلامك أو أوامر كما كانوا يقولون أو إن رئيس الوزراء يذهب إليه كما يذهب كانوا يقولون إنه يروح يقعد قدامه ويلقي إليه التعليمات مش بس بنشوف يروح يقعد قدامه على الكرسي لو ويوجه إليه التعليمات ورئيس الوزراء يهز رأسه لا يملك بس إحنا ممكن ندخل في سيناريو آخر دخلت فيه برضو دول سابقة منها فرنسا في الاختلاف فكرة الاختلاف ما بين انه لو عندك رئيس مستقل هو يعني رئيس لكل الشعب لكن مثلا جه عندك رئيس وزراء مثلا له اتجاه مثلا من الاسلام السياسي والمتشددين يعطل الامور هيعطل يعني؟ الامور وهيحصل هنا تضارب هيبقى عندك رئيس جمهوريه مثلا ليبرالي ومفترض انه يمثل الشعب وعندك رئيس وزراء احنا ادينا لرئيس الجمهوريه في هذه الحاله حق إن اللي هو ان ينأى في نهايه الاجراءات عندما تفشل قرار اختياراته امام مجلس النواب كنا بنقول في النهاية إذا لم يختر مجلس النواب إذا لم يوافق مجلس النواب على سياسة رئيس الوزراء المختار هو دايما هيكون موافق لأن هو جاي من الأغلبية يبقى يستقر رئيس الجمهورية يبقى رئيس الجمهورية قلنا لا يعني ما يعني مش الدرجة دي إن هو بقى يبقى قراره خاصة إنه منتخب من الشعب يعني يكون إنه ينتخب من الشعب دي برضه وإحنا بنفترض إن الانتخابات هتبقى حرة ما إحنا عايزين برضه بننبه الناس إلى إن مسألة الرأي السياسي أو الرأي الانتخابي أصبح النهاردة شهادة مقدسة تمام. عمل وطني مقدس يعني اللي يختار لابد أن يدرس ولابد أن تكون دراسته وقراره عن قرار خطير بيتعلق بمصير هذا البلد تمام في حالة الاختلاف برضو دكتور عبد الله بين الاثنين ايه الحال المفروض بيعود اكثر من مادة بيعود هو في اكثر من مادة واكثر من اجراء الى مجلس النواب بيعود الى مجلس النواب طب اذا كان مجلس النواب هو اللي طلع منه هذا رئيس الوزراء لانه هو رئيس الوزراء هو في النهاية يحل مجلس النواب يعني اذا مجلس النواب لم يتفق مع رئيس الجمهوريه على سياسه معينه هو رايها هو ارتاها رئيس الجمهوريه وعرض رئيس وزراء مره واثنين ومجلس النواب يقف معنى ذلك ان الامور بتدل على ان هناك يعني انغلاق او وقفه
سياسية أو تعطيل أمور مقدرات البلد في فترة معينة أو في مرحلة معينة، وبالتالي يبقى مجلس الشعب على طول هو الذي يعتبر منحل، ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس الشعب وده بيتاح لرئيس الجمهورية في مدة محددة بحيث أن لا يكون هناك فراغ سياسي، بحيث أن لا تزيد المدة عن 3 أشهر. سيادة المستشار، مش ده ممكن يدخلنا في 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 جدل قانوني نحن في غنى عنه، خاصة أنه احنا وضعنا مش مستقر لدرجة أن يكون عندنا يعني رئيس وزراء صاحب اتجاه وله اتجاه معين وسياسات معينة يصطدم برئيس جمهورية وندخل في هذا الجدل اللي دخلت فيه دول قبلنا؟ هو في مثل مصري يقول لك المركب اللي ليها ريسين تغرق بتغرق، فأنا أخاف إن احنا ممكن نوصل للمرحلة ديت، لأن احنا برضو احنا في عهد ثورة ولسه طالعين من ثورة، فإذا أنا ما كانش عندي رئيس واضح للسلطة التنفيذية، السلطة التنفيذية المفروض الرئيس بتاعها هو رئيس الدولة. لكن هجيب بقى رئيس الحكومة، طب هيبقى ايه؟ هو رئيس السلطة التنفيذية ولا نائب رئيس السلطة التنفيذية؟ هو فهنا لازم يبقى بالنسبة لي مين اللي بيقود السلطة التنفيذية في مصر؟ اللي بيمثل يعني يا اما رئيس الدولة يا اما رئيس الحكومة. طب في الحالة اللي احنا فيها دي مين؟ ما هو يعني بصراحة هي فيها رئيس الدولة، رئيس الدولة هي معاونه رئيس الدولة، لو شبه رئيس السلطة التنفيذية. بس لو دخلنا في نص المادة نفسها هنلاقي ان في يعني في تكتيف في مواد كتيرة لرئيس الجمهورية، انه في كثير من المواد لا يستطيع، كثير من القرارات لا يستطيع اخذ القرار بدون العودة الى رئيس مجلس النواب. طالما مجلس النواب اللي هو طالع منه، طالع من اغلبيته هذا الرئيس، طالما ان رئيس الوزارة اللي بيعينه رئيس الدولة هيظل ولاؤه لرئيس الدولة. ما هي في المادة حضرتك بقى مش واخد بالك، في المادة بموافقة مجلس النواب وبالأغلبية، سواء الحزب الحاصل على الأغلبية أو لا، بس في حاجة بموافقة مجلس النواب إمتى؟ من البداية ولا في حالة الاختلاف؟ يعني لو حصل ان رئيس الوزارة من البداية رئيس الدولة لازم. انا ما قريتش المادة ديت، دي مادة من البداية حديثة. لو موجودة او انا بقول ان المادة دي ربما دخل الجدل، لان من البداية يجب ان يكون رئيس الوزراء يا اما صاحب الأغلبية في مجلس في البرلمان او بيختار من باغلبيه مجلس النواب، وبالتالي رئيس الجمهوريه ملوش اي دخل في اختياره. لا هي ديت جديده على الشعب المصري، دي هي جديده جديده على الشعب المصري، وانا اخاف انها تربكنا. عملت مشاكل في دول اخرى، دي انا خايف انها تربكنا، لان دي معناها انك انت مش هتطلع رئيس الوزاره من جعبه رئيس الدوله، فده معناها ان الولاء هنا مش هيكون لرئيس الدولة. بس ده كويس، الولاء هنا للبرلمان المنتخب من الشعب. ده كلام كويس. او حاجة تانية يا دكتورة، او يكون الولاء هنا للأغلبية اللي هو جاي منها، يعني لو عندك برلمان مسيطر عليه تيار الإسلام السياسي هو اللي هيشكل لك الحكومة. بصي لو انتخابات حرة نزيهة، خلينا بقى نقول في انتخابات حرة نزيهة، يبقى اللي هيجي هنا مش هقول له والله انت جيت ليه، يعني يبقى الناس حريصه. لا بس دي خطيره جدا، انا كده اختيار لرئيس الجمهوريه، بس يشترط ان يوافق عليه مجلس النواب. لا بس في حاجه هنا مشكله، لو ما وافقش مجلس النواب بيضطر ان هو يغيره ويختار للمره الثانيه. اذا مجلس النواب ما وافقش، يبقى في هذه الحاله بقى هيبقى يعني فيه ربكه سياسيه. فالربكه السياسيه دي هل يبقى يضحى برئيس الجمهوريه ام بمجلس النواب؟ يعني المعادله كانت محتدمه في يمكن هذا. يمكن دكتوره هدى عبد الناصر النهارده كان ليها مقال مطول في هذا الشان، وحذرت من هذه الماده بالتحديد، وقالت ان دي طبعًا. هذه الماده بالتحديد قد تدخلنا في دوامه دخلت فيها دول قبلنا، وربما هذه الماده يعني احنا بنحمل بقى حضرتك. لا بس انا هقول لك حاجه بقى، هذه رساله هو اللي تم التصويت عليها، تم التصويت عليها في 138. لا اعتقد المستشار امير قال في البدايه ان لابد ان تكون هناك ثقافة قانونية تحرك السلوك قبل النص القانوني. فاحنا ان شاء الله برضو حنظل أسرى للسيد الرئيس رئيس الأب وشخصية رئيس الجمهورية هو الأب وهو الوالد. السيد الرئيس حيظل هو الأب وهو الوالد، وان شاء الله أما بيختار بيبقى اختياره على العين والرأس من مجلس النواب، وان شاء الله يحظى بالقبول من أول مرة ولا تحدث هذه الأزمات التي حكت عنها الدكتورة هدى. بس أنا ليا رأي، أنا محبش أن يبقى في اختيارات كثيرة، احنا مش في وقت دلوقتي ان نطرح الاختيارات للشعب بصورة كثيرة. اقول لحضرتك على سبيل المثال، الناس مثلا البسيطة بتسألنا ايه هو الدستور ده كويس ولا وحش. ايوه مش عايز تدخل في تفاصيل، هتيجي تقولي مدنية، هتيجي تقولي مش عارف مادة كام، قولي في الاخر يعني ده حلو ولا وحش، من الاخر اقول نعم ولا اقول لا. فهم بيثقوا في امير، بيثقوا في دكتورة كريم، بيثقوا في الدكتور عبدالله، لما يقول لهم وحش يبقى هو وحش.
لما يقول لهم حلو يبقى هو حلو. لا احنا بقى مش عايزين كده، وعلشان كده يعني عملنا يعني اللقاء ده، وهيكون لينا لقاءات كتير جدا ان شاء الله في الاسابيع القادمه، عشان الناس لازم تعرف يدي صوت بلا او لا. هو الدستور لغايه دلوقتي زي الفل، بس انا ارتبكت دلوقتي من الماده ديت بصراحه. الماده لسه اتصوت عليها ولا لسه؟ لا لسه بكره ان شاء الله في المواد اللي هي. طب يا ريت يا فندم يكون ليك اعاده نظر فيها، لان دي فعلا خطيره. وانا اتمنى يا جماعه، ده استهلكت، ده خدت وقت كبير جدا جدا جدا، السلطه التنفيذيه، وكانت كل هذه التخوفات في ذهن اللجنه، ووصل العلاج، كل هذه التخوفات وصل العلاج لها في نفس الماده التي سيتم التصويت عليها في الغد ان شاء الله. انا هوضح حاجه سريعه، هو الجزئيه دي هي جزئيه خطيره، لان دايما لما السلطه التنفيذيه يكون مسؤول عنها واحد، زي ما كده الشركه مسؤول عنها واحد، نقدر نحاسب هذا الشخص بالزبط. لكن لو مسؤول عنها اثنين هتتوزع المسؤوليه، وكل واحد هيتنصل من المسؤوليه اللي عليه. ده رئيس الدوله بيعين اربع وزارات سياديه، والباقي بيعين باقي الوزارات، بقى في هنا مشكله، والاثنين ممكن يقفوا ضد بعض، فدي مشكله. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها سريعا، غير ان في وزارات مهمه مفترض انه رئيس الجمهوريه هو اللي يبقى مسؤول عن تعيينها، هي مثلا وزاره زي وزاره الاقتصاد مثلا. بالظبط. وبعدين لازم ان يكون في هارموني، يعني في كده القصه ايه، متناسبه وانسجام ما بين الناس. الحاجه المهمه هنا خطوره لا للدستور، ده موضوع خطير جدا، ويا ريت حضرتك تبقي تفردي له حلقه لوحده. بس يعني مش عايزين كاننا بنقول للناس لازم تقولوا نعم، مش عايزين. لا احنا مش بنقول للناس تقول نعم، بس احنا لازم نوضح المخاطر. افهموا الدستور بالظبط، افهموا الدستور، وكل واحد يعني يشوف هذا الدستور بيعبر عنه ولا لا بعد ما يفهم مواده. ده اللي هنحاول نعمله في الفتره الجايه من خلال المختصين، وبعدين ياخد قراره سواء بنعم او بلا. بشكر حضراتكم المستشار امير رمزي رئيس محكمه الجنايات، الدكتور عبد الله النجار عميد كليه الدراسات وعضو لجنه الخمسين، والدكتوره كريمه الحفناوي الامين العام للحزب الاشتراكي المصري. شكرا جزيلا. ماذا يحدث في الجامعات، ومتى سيتوقف العنف والمظاهرات والاحتجاجات والاضرابات داخل الجامعات المصريه؟ ده موضوعنا بعد الفاصل.